دعوني أبدأ مع حضراتكم بما يتعلق بافتتاح 21 مسجد النهاردة. النهاردة وزارة الأوقاف افتتحت مسجد الشهيد أحمد منسي في سوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب بالأسكندرية. ده بيأتي ضمن افتتاح 21 مسجد النهاردة في 5 محافظات، منها 7 مساجد بشمال سيناء ومسجدين بالأسكندرية و8 مساجد بأسيوط. على كل حال المزيد من المتابعة بينضم إلينا عبر الهاتف سيد عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أستاذ عبد الغني أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك كل السادة المشاهدين. الحقيقة أي يوم بيكون فيه افتتاح عدد من المساجد بيبقى المشهد مختلف، مشهد يعني بتفخر به الدولة المصرية، والحقيقة أن كل الأنظار بتسلط على افتتاح هذه المساجد. وصف لي المشهد النهاردة يا فندم. وطبعا النهاردة من شهر ديسمبر الماضي من شهر سبتمبر الماضي تم افتتاح 377 مسجد. يعني في الفترة البسيطة اللي فاتت دي فقط تم افتتاح 377 مسجد. يمكن النهاردة افتتاح المساجد أو ال 21 مسجد كان بيحتوي على رسالة مهمة جدا من الرسائل اللي بتحافظ عليها الدولة المصرية، وهي الشهداء وحقوق صحيح. الشهداء وإعطاء نماذج أيضا للشباب، لأن يعني ما مثله العقيد أحمد منسي من يعني في قصته وفي حكاياته هو في الحقيقة نموذج متكامل للشاب المصري اللي بيقدم نموذج لحب الوطن، بيقدم نموذج طبعا. كبير جدا لفكرة الفداء الوطن. وهو بالطبيعي الله سبحانه وتعالى يخلد سيرة الشهداء، يخلدهم سواء في الدنيا أو في الآخرة، ولكن عندما تأتي مبادرة من والمسجد اللي تم افتتاحه وأطلق عليه اسم الشهيد هو المسجد مبني بالكامل، القوات المسلحة هي التي بنت هذا المسجد في منطقة برج العرب، وفي الحقيقة أنها إشارة مهمة جدا إلى إعطاء هذا النموذج المهم جدا، أن القوات المسلحة وأن العسكرية المصرية تستمر في إعطاء النموذج، لا تتوقف فقط عند فترة حرب 73 طبعا. أو في حرب 56 وفقط، ولكن النماذج المصرية في الدفاع عن الوطن، في الدفاع عن شرف العسكرية المصرية، لأن العسكرية المصرية هي من أقدم العسكريات على مستوى الأرض. يعني لأكثر من 3000 عام هذه العسكرية التي تمثل الكثير جدا من القيم الوطنية، والتي تمثل العديد جدا من القيم لكل طبعا. الشباب ولكل المنطقة التي نعيش فيها. الحقيقة سيد عبد الغني يعني خليني بس قبل ما ننتقل إلى نقطة أخرى في موضوع الشهيد أحمد منسي تحديدا، يعني خليني أقول لحضرتك إن دي مش المرة الأولى أو مش اللفتة الأولى من القيادة المصرية لإطلاق أسامي الشهداء على عدد من المنشآت، أو حتى يعني تابعنا عدد من الميادين والكباري والمساجد. ده طبعا ليه رمزية زي ما حضرتك قلت بالنسبة للقيادة المسلحة وبالنسبة لدور القوات المسلحة في حماية الوطن، بس خليني أتكلم مع حضرتك عن رمزيته أيضا في مشاعر المصريين. يعني احنا النهارده كلنا واحنا بنشوف مسجد احمد منسي او الشهيد احمد منسي بيتم افتتاحه كل مشاعرنا اتحركت. سيد عبد الغني خليني اتكلم مع حضرتك في هذه النقطه، قد ايه ده حرك مشاعر المصريين، قد ايه كان في فخر لدى المصريين، مشاعر الفرحه المختلطه طبعا بالمشاعر الانسانيه النهارده. هو حضرتك لا يعني احنا نحمد الله سبحانه وتعالى من الأمور التي تميز العسكرية المصرية والتي تميز القوات المسلحة في مصر أنه في الحقيقة الشعب المصري يعتبر نفسه هو الخط الأول في القوات المسلحة المصرية صح. لذلك فلا فرق أبدا ولا يستطيع كائنا من كان أو خطابا أيا ما كان، لدرجة أن الخطاب عن كره القوات المسلحة يعتبر نهاية الأفراد التي تتعلق بهذا الخطاب والتي تتحدث بهذا الخطاب. الخطاب عن عدم احترام القوات المسلحة المصرية هو دعوة بأن هذا الشخص غير محترم، وأن هذا الشخص خطابه خطاب لا يستمع إليه من الأساس. تلك أصبحت عقيدة موجودة في الشارع المصري وموجودة عند الشعب المصري، أن الفخر التي تفخر به القوات المسلحة هو فخر لكل المصريين، الإنجازات التي تتحقق للقوات المسلحة هي إنجازات لكل المصريين صحيح. ونحن الآن اكتشفنا أن هذا الأمر لا يتعدى وفقط الأمر الداخلي، ولكنه أصبح أمرا طبعا. يتعلق بالسيادة الخارجية للدولة المصرية. يعني حضرتك لما تتطرقي إلى مسألة التفوق الذي حدث لتسليح القوات المسلحة صحيح. وما حدث في السنين الأخيرة لتسليح القوات المسلحة، أصبح العالم كله في كل التحركات التي تتمتع بها الدولة المصرية من تحرك
في الداخل او على مستوى القرارات الخارجيه ينظر اليك بعين الاحترام طبعًا. وبعين التوقير على انك قوه قادره طبعا حضرتك ليس فقط بالنسبه للقوات المسلحه صحيح. ولكن بالنسبه حتى للشعب المصري. حضرتك لمست نقطه مهمه جدا سيد عبد الغني وهو القوات المسلحه تحديدا وايضا يعني الحديث ربما الفتره الماضيه بالشائعات عن القوات المسلحه وهذا القطاع بشكل عام وعدم رضا المصريين على ان في اي حد يتناول القوات المسلحه باي شيء سلبي. انا بشكرك شكرا جزيلا سيد عبد الغني هندي عضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه شكرا جزيلا لك.